جيهان، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اهلا فندم، يا حبيبتي، اتفضلي جيهان، احنا سامعينك، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. انت تتكلم بصوت واطي وحش بس انا عايزه اسال حضرتك على انت سامعاني يا فندم؟ سامعاني يا استاذه جيهان؟ سامعاني. طب الحمد لله، شفت ماشي. ام عليت صوتك كده يا شيخ؟ ماشي. بص، انا بنتي لسه متوفيه ليها النهارده 19 يوم. البقاء لله، ربنا حبيبه يصبرك قلبي، يا رب. ربنا يصبرك يا رب يا رب. هي كان عندها 4 سنين ونص، طبعا كان ربنا فاكرها من كله، يعني كان اسنانها، كان عندها ضمور، كان اسنانها وعندها مرض فراش، وهي كانت تعبت في حياتها بصراحه. ربنا يصبرك ويعوض الخير ان شاء الله. ربنا يرحمها، يعني هي كانت مريضه. صح. فكان يعني كانت كل حاجه في حياتي. انت ما عندكيش غيرها يا جيهان؟ لا لا، هي كانت اول خلفتي ومخلفتيش ولسه تاني؟ لا لا، انا حامل طيب الحمد لسه لله. حامل. طب انت سؤالك ايه يا حبيبه قلبي؟ انا بفضل طول الوقت يعني فاكراها، عمري مش متخيله ان هي توفت. بكائي عليها بقالها 17 على يوم؟ طول، ماشي. بفضلوا يعني اللي حواليا يتكلموا معايا، انت كده بتحرقيها، بكائك عليها بيحرقها. ف ما فيش حاجة اسمها كده. مش عارفه انني ابطل بكى عليها. بصي يا جيهان، يا ماشي جيهان، يا يا جيهان، جيهان، انا مش اولا عايزاكي تعيطي يا اولا حبيبه انت قلبي، حامل، حاولي بقدر الامكان. واسمعي بقى، اسمعي الشيخ هيجاوب عليكي، وما تعيطيش يا حبيبتي. يعني ما ماشي تحزنيش، خلاص الحزن ده مش بايدك يعني، والبكاء برضو كذلك الامر، انما البكاء رحمه. البكاء يا استاذه جيهان وكل الناس اللي بتسمعنا، البكاء رحمه، البكاء رحمه. البكاء مش اللي هو الجزع، ان واحده بتبكي قطعه منها ذهبت الى ربها سبحانه وتعالى، هي بس يعني صعبان عليها الفراق، فالبكاء رحمه. بكى النبي عليه الصلاه والسلام، دخل عليه الصحابي الجاي قالوا أتبكي يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع. أهو ده النبي اللي قال الكلام ده، والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. محدش بقى يضحك عليكي، والناس لو سمحتوا لله لما تشوف واحدة كده مكلومة، هي ثكلة على ابنتها، ما تقعدوش تقولوها بقى وتسموها بالكلام بتاعكم ده، اصل بيحرق. ومش بيحرق ايه ده، البنت دي ان شاء الله هي في الجنه طبعا، هي يعني بقت البنت ملاك. دي لم يجري عليها القلم، هي في جنه، هي في الجنه. هي انت بقى تصبري نفسك وتقري قران وتصلي ايوه، كتير وننتبه بقى وتطلعي للحمل صدقه بتاعنا، ننتبه ودايما للحمل عشان هي والحمل. حامل، ايوه دلوقتي انت حامل، عشان فما الحزن ما ما يؤثرش ينفعش يكون عليها. عندك ايوه حزن او اكتئاب، لانه هياثر على صحه البيبي اللي جاي. انت بس عايزه بقى طفل سليم وصحيح نسأل الله أن ان شاء يرزقك الله. طفلا سليما معافا، عوض. وأن يصبرك يا رب العالمين ويعوضك خير يا رب يا رب. وبعدين في الطب النفسي ان الاكتئاب الطبيعي بعد موت اي حد شهر 40 يوم، شهر او 40 يوم بالكتير، لكن اكتر من كده بيبقى الواحد دخل بينقلب في الى حاله مرض. مرضيه. نعم صحيح. فانت على طول وبعدين هي حاولي 17 تخرجي يوم نفسك، لسه. هي لسه البنت، فانت تحاولي تخرجي نفسك بالتدريج من الاكتئاب ده، ما تدخليش نفسك فيه عشان ما يتحولش لحاجه مرضيه، خصوصا انك انت حامل، ما تاثريش على الطفل الجديد. وانت عارفه يا استاذه دعاء، ودايما فكري ان هو ملاك سبقك، هي عارفه لا ملاك سبقتك للجنه ومستنياكي هناك. عارفه لما بتبكي احيانا الناس لما بيقولوا لها ده انت بتحرقيه، فبتكبت في نفسها، فده بيولد اصلا اكتئاب اكتر. هي احيانا بتفرج عن نفسها بالبكاء. اقعدي اقري بقى قران يا نعم. حبيبتي وادعي وربنا يبرد قلبك. ربنا يصبرك يا رب.